عساك بولون، هو من مواليد مدينة طنطان سنة 1968، متزوج وأب لثلاثة أبناء، رئيس بلدية طنطان من 2010 إلى 2015، ورئيس المجلس الإقليمي لطنطان من 2015 إلى 2021، نائب برلماني لثلاثة ولايات متتالية عن إقليم طنطان منذ 2002، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وعضو المجلس الوطني، وعضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال. هذا وقد حصل مرشح حزب الاستقلال السارك بولون على 7869 صوتا. نشكر ساكنة إقليم طنطان، جماعات ومدينة على الثقة اللي وضعوها فينا، وهذه ما هي تشريف، إنما هي تكليف لتمثيلهم، وإحنا إن شاء الله غادي ندافعوا بشراسة على إقليم طنطان تحت قبة البرلمان. نشكر جميع ساكنة طنطان على الثقة اللي وضعوها فينا، ورانا غادي نكونوا عند حسن ظن جميع الساكنة ديال الإقليم. وشكرا.